عقدت وزارة التجارة واتحاد رجال الأعمال العراقيين ورشة عمل لتعزيز إجراءات مسيرة انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية. وأضافت الوزارة أن الورشة جاءت أيضا لتعزيز دور الوزارة واتحاد رجال الأعمال العراقيين في مناقشة أبرز المشكلات التي تعيق انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص والقطاعات المهملة لملف الانضمام. هذه الندوة جاءت تتويجا لجهود بذلت من أجل تسليط الضوء على أهم المشاكل اللي يعانيها بلدنا وما تسبب من أضرار أو فوائد لدخول العراق إلى منظمة التجارة العالمية. طبعا منذ حوالي 18 سنة لحد الآن تم عقد العديد من الندوات والورش داخل وخارج العراق من أجل تسليط الضوء على هالفوائد والأضرار التي تتمخض عن دخول العراق منظمة التجارة. من ضمن برامج دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة وإقامة ورش تعريفية بمسيرة انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع قسم منظمة التجارة في دائرة العلاقات. إحنا الغاية من هذه الورش هو تعريف القطاع الخاص بأهمية الانضمام بمنظمة التجارة العالمية والمزايا والإجراءات المفروض أنه نقوم بها العراق حتى كي ينضم إلى الـ WTO. اليوم العراق من ضمن المتطلبات للانضمام وحصوله على العضوية الكاملة. اليوم العراق يحمل صفة عضو مراقب في المنظمة ويعمل على إكمال متطلباته كي يصبح عضو أساسي وأصيل في المنظمة. من المتطلبات المطلوبة هو تقديم ملفات فنية بحتة للتفاوض عليها تتعلق بالسلع والتعريفات الجمركية والصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية أمام التجارة والدعم الحكومي للقطاع الزراعي وغيرها من الملفات الفنية. أيضا على صعيد التجارة في الخدمات يتطلب من العراق ونحن نعمل عليها في الوقت الحاضر تهيئة ملف التجارة في الخدمات.